يحاول استغلال المساحات، كرة ملعوبة ممتازة، فهد الجني يحاول في حل كرة عرضية في مكان، أوهو هدف ثالث في المباراة، كرة ملعوبة عرضية من الجني، ووجدت اللاعب الأكثر من رائع بدر المرشدي، اللاعب اللي يلعب أدوار خفية في ملعب المباراة في هذا اللقاء. بدر المرشدي يضيف هدف ثالث في المباراة، لقطة ملعوبة بشكل غاية في الجمال، بدأت من جانب البيشي ومن ثم الجني وآخرته المرشدي في المروة. شوف الإعادة، شوف اللقطة، اكتفى أيضا الحارس هشام البو حسن في اللقطة الماضية بالمتابعة. شوف العرضية من كابتن الفريق فهد الجني، بدر المرشدي إذن يضيف هدف ثاني له في هذه المباراة وثالث لفريقه، نتيجة مهمة للفريق الفائز، يعلم بأن صراع الصدارة يعني يبغاله فريق قوي، نادي الهلال الأقوى دفاعا لكن الهجوم ليس من الأقوى، الهجوم ممكن في هذه المباراة بعد النتيجة، يعني هو لديه 30 هدف ومع 3 أهداف 33 هدف نادي الاتحاد، نادي الهلال عفوا.